أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كافة الإجراءات الإدارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً بسبب جائحة كورونا إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت، وعددها 11,120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص، وذلك تمهيدا لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي بدءا من 27 من شهر يوليو لعام 2020 ل60,416 بحرينيا مستحقا، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين. هذا وأكد الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تأتي لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، إيمانا بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهده العالم لفيروس كورونا. قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بزيارة تفقدية إلى عدد من المواقع التي يتم فيها تنفيذ بعض مشاريع الطاقة المتجددة للاطلاع على سير العمل ونسبة التقدم الذي تم تحقيقه. وقال الدكتور ميرزا إن حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة الطاقة المستدامة وجميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تقدم كل الدعم للمشاريع التي سوف تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء والمتعلقة بإدخال نسبة 5% من الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بحلول عام 2025 ونسبة 6% في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بحلول العام ذاته. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. جوجل تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى منتصف عام 2021.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1289 نقطة بارتفاع بنسبة 57%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 6,823,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 841,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 113 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصة الخليجية فقد أغلقت أغلبها باللون الأخضر، وأقفلت بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة نقطتين مئويتين تقريبا. أكدت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في لقاء سابق مع برنامج مجتمع واعي الذي يعرض على تلفزيون البحرين ضرورة دمج التكنولوجيا في أعمال الشركات المحلية لما تقدمه من مزايا عديدة تنفع التاجر والمستهلك. الشركات البحرينية لازم تركز اليوم على الإبداع، على التنويع، ابتكار مهم جدا، وطبعا شلون يدمجون التكنولوجيا المنصات الإلكترونية الموجودة سواء عن طريق وزارة التجارة أو أي منصة إلكترونية موجودة. إحنا اليوم حتى في الغرفة عندنا الأبليكيشن موجود حق كل استفساراتهم كل أمورهم، لأن يدخلون التكنولوجيا في أعمالهم هنا بيقللون التكلفة، بيقللون عدد الساعات اللي الموظفين لازم يشتغلون، بيزيدون من الانتاجية، بيزيدون من الإبداع. هني مو بس بيركزون على سوق البحرين، ما بيكون لهم أي حدود، يعني بيركزون عالميا، لأن المنصات هذه بتعطيهم اتجاه عالمي والسوق العالمي بيكون سوقهم. فهني يعني يعني توسعهم بيكون أكبر، شركات بحرينية بتطلع للعالمية، أساميهم بتطلع. فالمفترض أي تاجر اليوم في البحرين عنده مؤسسة تجارية في البحرين يفكر شلون يقدر يحول مؤسسته عن طريق الفورث اندستريال ريفوليوشن عندنا والارتفيشال انتليجنس. طبعا احنا تكلمنا عن ذي الموضوع في نوفمبر، لان يعني كان عندنا مؤتمر في الغرفه قبل الجائحه وكان المفروض انه يا جماعه ركزوا خلال 3 سنوات، بس اليوم لا، الجائحه سرعت موضوع التكنولوجيا التحول الالكتروني بالضبط. فالمفترض كل مؤسسه، كل تاجر بحريني اليوم يفكر شلون يدخل التكنولوجيا في نظام عمله على اساس انه يركز في تقليل تكاليف العمل، تحسين إنتاجية العمل، وطبعاً يكون عنده اتجاه عالمي. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 21 من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 150 مليون دينار لفترة استحقاق مدتها 5 سنوات تبدأ في 30 من شهر يوليو لعام 2020 وتنتهي في 30 لشهر ذاته لعام 2025. ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 4.15%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 227%. فتح مجلس المناقصات والمزايدات مظاريف 84 عطاء ل11 مناقصة مطروحة من 5 جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح فتح 7 مناقصات لوزارة الصحة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. وكذلك فتحت اللجنة مناقصة لوزارة التربية والتعليم، وتم استلام 14 عطاء لهذه المناقصة. وشهدت عملية الفتح فتح مناقصة لإدارة المخازن المركزية التابعة لهيئة الكهرباء والماء، وقد تم استلام عطاء واحد لهذه المناقصة. علاوة على ذلك فتحت اللجنة مناقصة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد تم استلام 4 عطاءات لهذه المناقصة. أخيرا قامت لجنة الفتح بفتح 4 عطاءات لمناقصة لهيئة البحرين للثقافة والآثار.
أعلنت شركة بتلكو صافي أرباحها للنصف الأول من العام 2020 بقيمة 35 مليون و900 ألف دينار، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2019. وبلغت العائدات على السهم الواحد 21 فلسا وسبعة أجزاء من الفلس. وأعلن الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة بتلكو أنهم فخورون بمستوى وكفاءة البنية التحتية للاتصالات في المملكة، والتي جاءت نتيجة رؤية الحكومة للقطاع واستثماراتها خلال سنوات طويلة. أعلن بنك البركة الإسلامي توقيع اتفاقية تشغيلية مع شبكة إيزينت، وذلك للقيام بدور غرفة المقاصة لتسوية ومعالجة المعاملات المالية بالنيابة عن شبكة إيزينت. ومن خلال الاتفاقية التشغيلية سيقوم بنك البركة الإسلامي بمعالجة وتسوية جميع معاملات المنصة المالية الخاصة بشبكة إيزينت بين البنوك الأعضاء المنتسبة إليها محليا وإقليميا، وذلك بشكل يومي، حيث سيشكل بنك البركة الإسلامي غرفة مقاصة لشبكة إيزينت تختص بمعالجة وتسوية جميع المعاملات المالية التي يتم إرسالها عن طريق منصة شبكة إيزينت. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة جوجل سماحها لموظفيها بالعمل عن بعد حتى شهر يوليو من عام 2021 مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الرئيس التنفيذي لجوجل إن موظفي الشركة سيعملون من منازلهم حتى منتصف العام المقبل، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف التي لا تتطلب الذهاب إلى المكاتب في الشركة. في المقابل قالت شركات أمريكية أخرى مثل فيسبوك وأمازون إن موظفيها يمكنهم البقاء في منازلهم حتى بداية عام 2021 على الأقل، بينما أعلنت شركة تويتر أن موظفيها يمكنهم العمل من المنزل إلى الأبد إن رغبوا بذلك.